وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في مستهل هذه الكلمة أود أن أجزي الشكر والتنويه والإشادة بالأستاذ الفاضل أستاذ محمد المصلح الفقيه الذي اعتنى بالفقه وسار على هذا الدرب وواصل، فاكتملت لديه العدة وأصبح يتحدث حديثا مؤصلا فيما هو فقهي وأصولي، وهذا شيء أصبحنا نفتقر إليه بالتأكيد، لأن المتحدثين في جانب الدين ظنوا أن هذا الباب مشرع وأن كل من تأتت له فرصة أن يمتلك جهازا ما فإنه يمكنه أن يقول ما يشاء ويقول ويتحدث خطأ، لأنه لا ينطلق من قاعدة علمية ولا من رؤية ثابتة، حتى إذا استأنس به الناس وتحلقوا حوله قال أفظع من هذا، ثم أصبح يقول أين هم العلماء، أي هو العالم والآخر هم العلماء، وهذا خطاب خطير. أصبحنا نسمع من ليس شأنه أن يكون رقيبا على العلماء ولا له صلة بالعلم، ومع ذلك يعجبه أن يصور العلماء بأنهم عاجزون وأنهم فاشلون وأنهم لا يؤدون رسالتهم وأنه هو فقط من يؤدي هذه الرسالة، وهذا شيء أكبر من القول نفسه، لأنه تجاوز الوضع الشرعي. الوضع الشرعي هو أن الناس يكونون علماء لا ليس باختيارهم، بأن ينصبهم أهل العلم ويسميهم أهل العلم علماء، مثل ما وقع لمالك قال ما جلست حتى شهد لي 70 من أهل المدينة من كبار العلماء بأني أهل لذلك، فما كان، وهذا حديث معروف، ليس كل من أراد أن يقول في الدين قال بما يشاء، ولذلك ظن الدين حصينا، وكان الناس كثيرين وألفوا الموطئات وقالوا له هذه الموطئات قد كثرت، وكانت في عهد مالك أكثر من 40 موطئا، ولكن الأمة رفضت الأشياء الأخرى وأقبلت على العلم، لأن هذا الأمر دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، من هو من تأخذ عنه، من تثق بعلمه وله مشيخة وله اطلاع وله خلق وله دين، وحينئذ يمكن أن تصغي إليه. وأنا فيما أقول يجب أن يتحدث أهل الفقه، يجب أن والأمة تعرف أهل الفقه على مر الزمان، لأن هذه دورات نوبات، تأتي موجة كذا وتأتي مثل ما تأتي الموجات في الألبسة وفي الشعور، تأتي موجات في التدين كذلك، في بعض المرات يصير الدين هو الزعيق والصراخ والعويل والزويل لا شيء، ولا يتقن الشخص أكثر من ذلك، وهناك من يقبل على هذه البضعة. ولذلك نقول سي مصلح والإخوان في المجلس العلمي وخارج المجلس العلمي ممن يهتمون بالفقه يجب أن يجتمعوا، يجب أن يكون لكم فيما بينكم جلسة، لنا كفى من هذا التشتت والتفرق. الحمد لله الدكتوراه، ترى كل واحد عنده دكتوراه الآن في الفقه، عندكم طلع، عندكم تاريخ، عندكم في هذه المسألة، ولكن لا بد لكم من شيء آخر، وإثبات الحضور، يجب أن يثبت، وهذا الحضور يجب أن نفهم بأنه شيء يحتاج إلى رؤية وإلى ترسيخ وإلى تعاون. نحن حينما نتحدث مثلا مع علماء في الفقه ويتحدثون في المصطلحات، وهذا ما عرف لا مصطلح ولا والو، كلمة الفقه ما عرفهاش شنو هي، كانت تكلم سي محمد على الخلطة، ياك شنو هي الخلطة ما عرف، وليش تهضر انت ما تعرفش الخلطة تكلم، وتكلم مثلا واحد عدد المصطلحات رات فات في الدرس في المحاضرة، عدد كبير وفي اشخاص شخص كلهما اللي تكلم على هاد العلماء، شكون هو المزاري، شكون هو الشاطبي، لا احد، هاد الناس ما يعرفوا منهم والو، غير بشر عاديين وصافي، غير ارقام، ومع ذلك فالناس بقاو علماء لانهم بغاو يكونوا علماء، وماشي في درجه العلماء، الدرجه الثانيه هي سب العلماء،
وهذه فلذلك أنا أقول يجب أن مشي من باب المباهات من باب سد هذه الثغرة. هذا شيء يجب أن لأن من بعد أنا أقول لكم المغرب إلى أين يتجه والعالم إلى شيء أخطر من خطير، وهو هذه الوسائل وسائل التواصل. الآن يكتب الإنسان يقول الإنسان ما يشاء يسب وكذا وكذا وتكون هما هذا أي كتل الآن بحث دير جدمة يمكن أنك تبحث فيه مثلا مدة طويلة ويمكن تعطيه شي موقع من المواقع اللي كي تضر لك في الخوا تعطيه الموقع ويجي شكون هما يحلوا الباب لمن للذين لا يعرفون كتابة أسمائهم ويعلقوا أكبر علماء تعلق عليه أنت. هذا انهيار حضاري، هذا الموقع يخدم ضد مصلحة الأمة. من أنت حتى تجيب هذا؟ إذا تكلم عالم في اختصاصه وتكلم مع واحد آخر مشى العلم رحمة الله في أي اتجاه، واحد يتكلم في مثلا العالم العلماء الذين لهم خبرة في الاقتصاد أو لهم خبرة في الأوبئة يجي واحد إنسان في الشارع مرك له يقول أنا ضدك وكذا، شكون أنت حتى تكون ضدي؟ شكون أنت باش تكون ضدي؟ إذا كنت معايا أنا لا يشرفني ذلك، إذا كنت توافقني أنا لا يشرفني ذلك، يشرفني أن يكون إنسان في مستوى. وهذا الخلط لن نستطيع معرفته ما أثر إلا بعد مضي زمن، حين تكلم كل واحد وكل واحد يولي عالم، كل واحد يولي مفتي، ويعلم الله إلى أين سيذهب بهذه الأمة الإسلامية. ولذلك ما سمعتوش شي حاجه الا هل صيام رمضان ماشي واجب، الافطار غير على الاختيار، كل العجائب سمعناها فاش في هاد الاشياء اللي جايبون بعض الناس. طبعا شغلهم الشاغل هو تهدم كل شيء تلفت عليه الامه. فاذا كان نقول بهذا الاجتماع هذا ماشي غير نتوما ولا سي صالح توال، الحمد لله مشتغل في انا صباح كنشمع له في الاذاعه في التوادي مزيان هذاك وتفهم للناس واش كذا ومتى يجب الصيام وكذا والناس، ولكن كل واحد خصو يشتغل شي حاجه. انا ما عندكم مكان، ما عندكم وجود، الا ما خدمتوش غير الله يهنيكم، حياتكم انتم تنفيوها. خلينا من ديك الكذوبات وديك المصالح وديك المراتب اللي عطيناها لنفوسنا، هذا رئيس هذا مشير هذاك الخواف الخوا. يجب ان تثبت للامه انك رجل يعول عليه في حماية تدين هذه الأمة، وكل الأشياء الأخرى زائفة تذهب صافي عند زمان وتنتهي. ولكن إذا ائتلف الناس وأحبوا هذا الدين واجتمعوا عليه فهذا من جهة سيشجع آخرين إلى أن ينضموا إلى هذه الكتيبة التي تشتغل بالفقه ويمكن أن تنشر كل مرة. وأنا نقول لكم الكتاب هو وسيلتنا والنشر هو وسيلتنا، وما ماشي غادي انا نقول فلان غادي يسكتوا ولا فلان غادي يقال الخط، انا ما يهمنيش هذاك، ولكن يهمني اننا حنا نتكلموا. فانا نقول هذا المحاضره نرجو مثلا السي محمد ينشر يطبعها ويعطيها للمجلس في اقرب الاوقات، ماشي احنا دائما كي نقولوا شي حاجه نقولوا تكلموا على مؤقت في حدود شهر ياك، أعطيها المجلس والمجلس يطبعها هو على نفقته، مش يمشوا للوزارة ولا شي جهة أخرى، ونعطيه على الأقل واحد العدد ديال الناس مستهدفين. طلبة ديال العلوم الشرعية خصهم يكون عندهم هذا في المعاهد اللي عندنا في الجهة الشرقية كلها، نعطيه الطلبة طبعا من ألف نسخة ماشي بعيدة ماشي صعبة، ونعطيه الخطباء أو معظم الخطباء، نعطيه الناس الذين يهتمون بالدين ويتكلمون في الدين، لأن الأمور ماشي بهذه الطريقة. لما تكلموا على صناعة وصناعة ما جبناهاش، شفنا الآن التاريخ ديالها وكذا. البعض هم يتكلموا على الصناعة الفتوى اللي الآن ذكرها سي بن بيا، ولكن الآن الجذور ديالها أكبر وفي موجودة في التوراه ديالنا وفي التاريخ ديالنا. على كل انا نتصور هذا غادي يكون ان شاء الله عمل كبير، ونخرجوا الى دائما في هذا العمل، ما تبقاش تقعد غير هكا محاضره، خصنا نكتبوا وننشروا ونعطيو للناس. واخا الكتاب ما خصوش يكون متفرع ولا طويل باش نعطيو للناس فرصه باش يقراوا هذه الاشياء. القضايا كلها اللي كانت مرت بينا هي تبتت باللي كاين واحد الخلل، وديال الناس اللي كاين يمكن لهم يتكلموا ما تكلموش. جات قضية كورونا وبقى هناك فريقان ولا ثلاثة ديال الفرق، فريق
يقول بأنه هذا الشيء اللي منع الناس من أداء التراويح وكذا وكذا وكذا، ما عنده تشي وجه إلا وجه أنه محاربة للمسجد. فئة أخرى رحبت بإغلاق المساجد، ماشي بالتراويح، هو ماذا بمقع الجامع يغلق تماما، مع أن ما نديروا به لا في التراويح ولا غير التراويح. واقترح بعض العباقرة فرض الضريبة على المسجد، ياك وغادي بعد نديروا الضريبة حتى على الصلاة. هادو عندهم عقل، وليش ما نفرضوش الضريبة على الملعب ونفرضوش الضريبة على كل المرافق ديال هذا؟ مواطن ما عندوش حق في البلاد ديالو. ما عجبكش انت يا مشيت لديك الجهات ديك، شكون اللي فرض عليك الضريبة في الجهة اللي راك فيها؟ وحنا عارفين فين راهم موجودين هادو، ما فرض عليهم حد لا ضريبة، ودايرين يقصفوا الأمة ما خلصوا ضريبة، عطونا الضريبة على الأقل على ذاك القصف ذاك وتقصفونا. نعرفوا ماذا غير سمعنا هذه المسألة ونعرفوا من يكونون على كلها. ولكن الفعل الوسطى اللي كانت تمكن وهي العلماء ما تكلموش في الحقيقة، ما تكلموش. علاش؟ الله أعلم. واش احنا غادي، انا نقول وغادي ان شاء الله نديروا هذه المسألة، ديروا لنا. وانا هذه المحاضرة ما بغيتش نسميها انا غير هذا، انا نقول لك الذكاء الفقهي من خلال هذا المبنى، لأن هذا ذكاء، هذا ماشي فقه معنى ترديد مقولات ولا، هذا ذكاء كيف نتعامل. يخصئ المفتي أو يصيب نوافقه أو نخالفه، ولكن هذا ذكاء. والناس اللي يصوروا بأنها عملية الفتوى هي عملية ميكانيكية، وبأن الآن يعرفوا متى يعمل الفقه هذه القاعدة أو تلك، ومتى يقول هذا القول أو يتراجع عن هذه مسألة الذكاء. ولذلك إذا كان شي واحد باغي يبحث عن الذكاء في الإسلام يشوفه في الفقه كيف يتعامل مع النازلة، ويبغي يشوف الجانب الإنساني ويشوف الرحمة بالمخلوقات يراها في هذا الجانب الفقهي. طبعا لو أننا أخذنا ما يسمى هنا، هذا موضوع آخر اللي بغي يكتب فيه، اكتبوا فيه هذا الشيء، اكتبوا الفقه الاستثنائي. الاستثنائي شنو هو؟ لأن لما تقرأ كتاب مثلا في أصول الفقه باب الحكم الشرعي، ترى الحكم الوضعي كذا وكذا، الحكم التكليفي والحكم الوضعي. الحكم الوضعي ماذا تقرأوا فيه؟ الرخصة والعزيمة والسبب والشرط والمانع، ولا لا؟ وقرأوا هاد الناس هاد يتكلموا الآن يعرفوا بك الرخصة والعزيمة؟ عمرو ما يسمعوا لي وقيلة قاع. رحنا في باب الرخصة الآن، ما حناش في باب العزيمة، ما حناش باب الحكم العادي. وإلا في المسلمين كلهم استعملوا الرخص، الذين أفطاروا لرمضان آتمون، والذين فعلوا كذا، لأنهم ما يقبلوش بالرخصة ديال الشرع، ما يقبلوش بمعنى قابلين بنص الشرع ولا مستثنين منه أكثر من النص. الرخصة جزء من أحكام الشريعة الإسلامية. فالآن احنا الآن في الموت، الموت البارح شحال في الهند؟ 320,000. واش راكم تستناو شي حاله يموتوا الناس باش تبدلوا الرأي ديالكم ولا شنو؟ زين، والآن دولة من بعد دولة الآن هذه تغلق وهذه تفتح، بمعناه هذه شي حاجة لم يكن ليس للناس بها عهد ولا قبل. يجب أن يقول الفقه أيها الناس احفظوا أنفسكم، وما قاله العلماء المختصون هو الذي يجب أن يعتمد، لأننا في وقت استثنائي، في ظرف استثنائي. أنا لما نبغي ندير واحد الجرد ديال الفقه الاستثنائي اللي قالوا به الفقهاء الكبار، ماشي ما هادو الآن ما يمكن لهمش يقولوا شي حاجة، لأن شي حاضي شي. لو كنت تقول واحد الحاجة حرام حلال أنت قليل الدين، أو أنك باش تكون متدين هو تقول حرام، كيف ما كان الحق تدخل حرام باش تكون انت اللي مؤتمن. اللي قال الشرع حلال علاش نقول انا حرام؟ لا، قول حرام باش نثقوا فيك. حتى اذا كان شي حدا بغى يشرب شي انسان شي في النهار الماء وكذا، شنو يقولوا حرام؟ قول الدين كما هو برخصه وبعزائمه. لو خدينا في هذا الباب ديال الفقه الاستثنائي، انا شفت في بعض المرات شي فقه كبير جدا، ما نكلموا احنا نقول لكم ما فهمنا، ما عرفنا في الفقه ولا شممنا للفقه رائحه. ها؟ ما شميناش رائحه الفقه، ماشي ما عرفناش، ما شميناش رائحته. خذوا استعرضوا الحالات الاستثنائيه التي مرت بها الامه واقتضت من الناس احكاما لحماية الناس. غريبة جدا أن العلماء في الأندلس
لا من الطرطوشي من واحد لغير اللي هم الذين قالوا برفع الحج بسقوط الحج عن المغاربة. وهناك فئة كبيرة قالت بسقوط الحج لأنهم كان لا يمكن أو في أحوال كثيرة لا يمكن للحاج أن يصل لوجود الطريق المخوف ووجود القراصنة. وكانوا يقولوا هذا الإنسان يحج خصوصا الأندلسي يركب السفينة، فإذا هو نجا من البحر وأمواجه وخف معرض كان كما يقع الآن قد لا ينجو من القراصنة. وكثير من المسلمين ومن العلماء أخذهم القراصنة في البحر الوقت اللي ولاو المسيحيون الصليبيون قادرين كانوا ياخذ كانوا ينتظرون الحجاج الأندلسيين والمغاربة يترصدونهم. ثم إذا نجوت من كل هذا فقد لا تنجو من البر، وإذا نجوت من البر قد لا تنجو من النهر. هذه مخاطر. وكان لم يكن هناك دولة حامية ولا، بدليل أن حتى في التاريخ ديالنا يقولوا أن الملوك والحكام ديال المسلمين كان لم يحجوا في الغالب. وكان السؤال مطروح لماذا لم يحجوا؟ لأن الدول التي كانوا يذهبون إليها كانت تدين بحكم آخر لا يقبل بحاكم آخر، فإذا يكون الحاكم إذا سافر في تلك اللحظة يكون الأمر خطير بالنسبة إليه. على كل حال الناس كانوا يتعاملون معا وهذا وقع كثيرا. فماذا يقال لهؤلاء؟ أن يكفي يقول أنتم قللين الدين وأنتم كذا وأنتم كذا. ما تجيبليش العموميات في خصوصيات من الأشياء التي أننا نستدل بدليل عام على نازلة خاصة. مثلا نقول الناس ومن ظلم مما هذا اللي يتكلموا على هذا الفقهاء ومن ظلم منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خلق. وش هذه الآية تتنزل على هذه الحالة؟ مثلا كان عندنا في المغرب مساجد مهددة بالسقوط أكثر من 1000 أغلقت ضربة واحدة. هذه شي واحد 5 سنين أو 6 سنين لأن كانت الأمطار وسقطت واحدة. هاي كاين مساجد مازال مغلقة، شتوها ولا ما شتوهاش؟ علاش ما قريتوش هذه الآية؟ كاين بحث الآيات مازال موجودة في كل المدن المغربية أو معظم المدن المغربية. والناس لهاد الناس اللي كاين أنا نقول لكم هذا غير لتسيرنا احنا ذاك الوقت جمعنا الناس وقلنا كل مسجد كان الناس يعبدوا الله فيه يجب أن يعاد بناؤه. وتقريبا في البادية في المادية كلهم تصلح. كاين في بعض المدن طاحوا تبلعوا 5 راه باقيين بلعين 5 ويخرجوا الناس وما نظلموا انتم اللي منعتوا مشاهد الله لأنكم اهتميتوش بها. هذا الدين ماشي دين ديال شخص، دينكم انتم تعبدون الله في هذا المسجد يجب أن يكون ذلك شغل شاغل للفقيه والإمام وللتاجر حتى يقام هذا المسجد ويعبد الله فيه من جديد. مثلا إلا احنا بلعنا الباب مسجد لنا غادي يطيح يقولوا من ظلمه هذا اللي يتنزل على هذا. فهذا التغليط. هذه حالة أن يكون هناك رفض للمساجد ومعارضة لها وكذا وكذا نزلوا الآية. ما هذه الآية هذه تبقى تنزل بها معنى أي واحد يخاف هل شي جامع غادي يطيح ولا الا جاي يبدلوا الناظر ولا المندوب قول اسيدي لا وما نطلب من تعرفوا شحال ديال الجوامع طاحوا الناس وقتلهم ولا ما تعرفوش كي يكونوا مساجد متهالكه كاين المسجد اللي طاح في عين بنيه واحد ما عرفش شحال قتل ديال الناس لا كل ما يجي كاين. ولكن احنا لا يمكننا ان نضحي بارواح الناس لاشياء لا تتنزل على هذه الحالات. الآن الكورونا وأغلقت تعرفوا في صاحب إتحاف الورى بن فهد في كتاب في تاريخ مكة قرأوا في سنوات 500 وكذا رأى بعض المرات كم لم يكن يحج في العالم الإسلامي شخص واحد. لما كانت الفتنة ديال بن الزبير والقصف ديال الكعبة شكون كان يدور في الكعبة؟ لما وقعت ما بعد الاحداث ديال 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 ديال, ديال العراق وكذا والناس ما مشاوش للحج هاد اللي ما كانش اللي يمشي قال الطياره بقات خاويه علاش ما مشيتوش؟ ها واحد الاشياء يقولوها الناس ما راهمش يعرفوش ماذا يقال. وفي تاريخ المسلمين مرات اغلقت ماشي هو هذاك هذه الاستثناء الاستثناء من لان حفظ الانسان ما يمكنش نقول دخل انت سيدي وموت باش يبقى هذا لا شوفوا انا عنده 3 ديال المجلدات هذه اتحاف الورى وشوفوا السنوات اللي توقف فيها الحج كثيره جدا
ها بالإضافة للفتوى اللي كانت ديال الفتوى ديال الآخر ديال الأهل المغربي والأندلس. فكورونا أو الوباء مرات متعددة أغلقت المساجد في المغرب. سي محمد ما تعرفش التاريخ، لما تقرأ مثلا في الاستقصاء، أنا أعطيكم غير واحد الاستقصاء جزء السادس صفحة 77 أعتقد، يقول في هذه السنة وقع كذا وكذا وكذا، وعطلت الصلاة في المسجد القرويين، وعطلت التراويح، وفي ليلة 27 لم يصلي بالقرويين إلا رجل واحد. هذا في التاريخ ديالكم، كيجمعوا هذه المسائل وهضروا انتم وثم ضبطوا الى عندكم اقتراحات وكذا نديروا كذا، ولكن اساس اننا لا نتقدم على اهل الاختصاص. انا ماشي تكلم لي طبيب او اخت خبير وتكلم لي واحد انسان قاعد في الجدار ديال الحيط يقول لي كي ندير، لا انا ما نتبعكش انت، لانكم انتم لا تتحملون اي مسؤوليه الى الكلمه. انا شفت المستشفى الجامعي ايش كان فيه، كما كان الناس يعانون، ورأيت عدد الذين ذهبوا وكثير منهم توفي، ورأيت وحصيت عدد من العلماء الذين العلماء اللي مشاو من المغرب هذه المدة. كانت وماذا ما تنتظرون باش تقول لنا شي مرة شي حاجة؟ الله يجزيكم بخير، نحافظوا عليكم، حافظوا على الناس. تعرفوا شحال ديال العلماء اللي مشاو في كل المغرب من اعضاء المجالس العلميه ورؤساء، هو تقريبا 20 بعد اول غير في المجالس العلميه. اما الفقهاء اللي كيقولوا بالاعداد كبر من داك الشيء، هذا السي جرودي مات، هذا السي افيلال مات، هذا السي فلان هنا مات، هذا السي رئيس المجلس العلمي ديال افران، ها هو ديال واحد في الرباط، واحد في الدار البيضاء ذاك مولاي مبارك العالمي، ها واحد ديال هو قديره وديال سميتو الناظور سميتو السي حلوه وسي، احنا حافظينهم انتم اللي ما تعرفوهمش كاع. ايوا حنا نترحموا عليهم، الله يرحمهم الله يرحمهم، ولكن مع ذلك نقول للباقين تحفظوا، لان هذا الوباء ما يحترم حتى واحد. هذا الوباء لا يحترم احدا. الوباء اذا وجدته في الطريق يديك صافي، بغيت تكون امام ولا مؤذن كيف كيف، وما مشيوش وحتى الائمه. انا لو كان يجيو الان هنا قتلش شي بعض، الا كان بعض الناس يجيو ما عنده عقل عنده هذه بقى اخر يجي الان مازال كيقولوا ادخل صلي بيا التراويح، زيد صلي انت التراويح. انا ما نصليش التراويح، انا فقيه، انا اعرف ان الاسلام جاء ليحميني ليدافع عن وجودي، لا ليجازف بي حتى يقال بان فلان رجل بطل لانه ذهب ليؤدي التراويح جماعه. وانت تصلي التراويح ماذا نقص من صلاه التراويح؟ ماذا نقص كم صلاه التراويح؟ انت تصليها في البيت، انما نقصتك الجماعه، والجماعه راه ماشي دائما، كانت دائما التراويح في الباديه ما كانتش الجماعه، لان البيوت متراميه. اللي ساكنين في الجبل كان يصلي في التراويح في الجامع، اللي ما صلاش في الدار ما يصلاش، لان فيه الجامع بينه وبينه 5 كيلومتر. الان بعض البوادي تصل بالكاد تصل للمسجدين لتؤدي صلاه الجمعه، ويخرج الناس من الصباح عند 9 ديال الصباح يولي حتى مول العصر. لان ما تصوروش من الدين، نحن نتكلموا على المدينه والاسلام هو المدن. على كل حال انا في نظري لو اننا كنا نحن ما احنا لا نريد ان ندخل في خلاف ولا في سجال ولا مع، ولكن نملا الساحه. لما نملا الساحه كل شيء يجي من الفراغ. انا لا اسب احدا ولا اسائل هذا الذين ولا يجوز لنا ان نتظاهر بتدين اكبر من الناس. لا تزكوا انفسكم، هذا كذا وحنا لا، غير قول الكلمه ديالك ثم انصرف. قلنا الكلمه، لا عندك كلمه علميه، اما ان تردنا الى رايك فليس دينا هذا. انا اقول لكم ما تقوليش، اعطيني الدليل بان ما تقوله صواب. عباد الله احنا ما صليناش هذه، يقول انا ما شي وحدين، هذا اثاره لبعض الناس. ما صليناش لان الشيء ما وقع، ونحن انما وقع. ليش العام اللي فات كنت ساكت؟ علاش كنت داير الورقه وتخرج غير باش تمشي تشري الخضره ويردوك من الطريق؟ علاش كنت سكنت؟ لان كان الخوف، يعني بحال جاء الامن ورفع كذا بقاو. يعني الان احنا رحنا محصورين، كل او معظم الانشطه في الدول كلها راها متوقفه، النشاط الاقتصادي اختنق. واش هذه حرب ضد النشاط الاقتصادي؟ كل شيء تغلق، الاحياء الجامعيه مغلقه، كل شيء. علاش نحن دائما نحملها على هذا المعنى اننا هذا دائما حرب ضدنا، غلقوا كذا التراويح اذن حرب ضدنا. علاش ما يقولش لهم القاوم والمطاعم وهذه حرب ضدنا؟ هذه حاله يجب ان نتعاون جميعا
في التعامل معها، ونسأل الله تعالى أن يزيلها، لأن ليس لك الآن إلا هذه الاحتياطات، إلا هذا أخذ هذا اللقاح، وإلا أن نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بأن يرفع عنا هذا البلاء. إذن فأنا في نظري هذه المحاضرة طبعا فتحت لأنها فيها كثير ديال الملاحظة، لأن الكلام دائما هو طبعا هو الذكاء في 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 في, في تنزيل الأحكام الشرعية، ولا بد أن نكون مع 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 حاجة الناس. أنا سولني البارحة واحد شخص قال لي بأنني عندي الأغنام وفيها الزكاة، وجبت فيها الزكاة، معناها عندها فوت 40، ولكن قال لي بأنها ليست هي مربوطة في كوري تأكل، هذه المعلوفة اسمها فقاه المعلوفة، الحديث كان في المعلوفة، والسائمة هي اللي تمشي فجميع أو معظم الفقهاء يقولون إن الغنم إن الزكاة تجب في 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 زكاة تجب في الغنم السائمة، ما تكلفش صاحبها تأكل وتمشي تروح ترعى، ولكن المعلوفة فيها كلفة نتصرف عليها. الآن ما نشوفوا أن المعلوفة بعض المرات في مثل هذه الحالات ديالنا والأوضاع، ولأن هذا ما تعرفه هذه الأغنام شيء مصنوع وشيء مجهز وشيء غالي، ما يشد الجفاف بعض المرات، راه الناس اللي عندهم الأغنام راه ما يبقى لهم والو، يقول لك شات تاكل شات، يوميا خص واحد العدد ديال 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 المصاريف، إذا استمر شحال وحدين راه كان بعض المرات يمشيوا للأغنام ويبيعوها يرميوها تقريبا. فإذا كان هو يعلف بهذه الطريقة وانت تزيد تكلفه بالزكاة، معنى كملت عليه الباقي. فكل مذاهب تقول بأن الزكاة لا تجب في مثل هذه الحالة في في في, في المعلوفة. طبعا المذهب المالكي فيه خلاف، ولكنه معروف أن فيه، ولكن هنا لابد أن ننظر إلى الناس ونجسد لهم، لأن إذا بقوا هاد الناس وبقوا عندهم الأغنام ديالهم هم أنفسهم يطرحموا، والمجتمع من حولهم أيضا يكونوا قد ظافرة بهذه الرحمة. بقات عندي ذاك هذه الحالات لا ينبغي أن ننتهي بها إلى في نظري إلى تسيب الدين، لأن بعض المرات نبالغوا هذه بقى ما يبقى لا حال. هذا مثلا الشخص أنت قلت بأن هذا اللي قالوا سميته الفتوى الأخيرة ديال اللي بغى شنو هو دخل الإسلام، لا لا الثاني الزوج مثله ها اللي بغى يتزوج، هذاك اللي بغى يتزوج قالوا هذاك نعتبره بان كذا وبان الوالد ديالك ما كانش نكاحه صحيح ها، وان هذاك نعتبره وتزوج على بالي حتى داك كان يخربق عاوتاني، لان الله تعالى ما قال ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم، فهل ما نكح اباؤهم كان نكاحا شرعيا؟ كان نكاحا على ما تيسر من امر الجاهليه. واش الناس في الجاهليه كانوا يديروا العدول وكانوا يديروا العاق؟ على واش الحاله اللي تنهى عليها القران؟ لا تنكحوا ما نكح اباؤكم، ما يشترطش القران ان يكون النكاح صحيحا او غير، وما كانش ممكن. هو هذا الشيء يتحدث عنه القران، ولذلك القاعده اللي يذكرها الفقهاء ان الناس اقروا على ما كان في الجاهليه من معاملاتهم. فنسب الناس في الجاهليه لاش كانوا كيتزوجوا بطريقه، ولكن حتى واحد ما طعنش النبي صلى الله عليه وسلم ولا الشرع ما طعنش في النسب ديالو، فلان بن فلان بن فلان، متى اي صحابي قول فلان بن فلان ما قالش لا لا في ابي في شكون لا ما كانش مزوج مو ولا كذا مثلا. وهذا اقر الناس للاستقرار، هذا في الاستقرار حتى في الاموال ديالهم، من كان بيده شيء من المال لم ينزعه الاسلام فيه. ما يقولش لك المال اللي عندك ديال جدك راه بعض المرات كانت فيه شيء ديال بالتاكيد كان فيه الربا وكان فيه وكان فيه وكان فيه وكان فيه المال ديال الخمر، ولكن اقر الاسلام الناس على ما كان منهم في جاهليتهم. انا غير فاهم ان هذه مبالغه بحال اللي بغى يبحث له على شيء حل، لاننا ايضا حتى لما نبقاو نفتيو الناس يجب ان نحافظ على ثقه الناس في الفتوى. كاين ناس ثاني عاوتاني كل شيء حلال 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 حلال، فتالي بقاو يسولوه وما تيقوش ها. واحد شي واحد كان غادي الف كتاب تعرفوا قول الحلال والحرام في الاسلام، والخويا اللي كانوا متشددين يقولوا انت اللي تكتب هذا سميتي غير الحلال دير، قال له سمي الكتاب ديالك الحلال والحلال باش قاعد تخرج من هذا الشيء ما ديرش حلال، قال له ودير انتم كتاب اخر سميه الحرام والحرام،
معناه إلا قلت أنا كتابي معناه دائما نبقى في حدود ما هو معقول. بعض الأشياء ما يمكنناش نقول للناس. قضية النبي صلى الله عليه وسلم مع الذين ترك لهم أن ياك شكون هما وفد تقف كانت هي قبيلة قوية جدا ومنها من يمكن الله يعاونك. ولكن ما يجيك ويكون تما ويكون عندك والي ويكون عندك قوة يدير اللي بغيت داك الوقت، إلا بغيت تاكل رمضان كول. ها فأنا في النبي صلى الله عليه وسلم هذا ماشي أباح لهم ولا لا، إنما هو من باب السياسة الشرعية، وكأنه أنظرهم إلى وقت آخر تصبح الدولة في قائمة، وحينما تكون الدولة قائمة لن يكون لفئة معينة استثناء، فإما أن يستقيم على الشرع وإما تكون الدولة هي التي ترده إلى الشرع. إذن ختام هذه المداخلة أشكر للإخوان الذين للسياسي مصلح بالدرجة الأولى الذي أمتعنا بهذه الجلسة العلمية، وهي مهمة جدا، مهمة خصوصا حينما تعودون إليها إن شاء الله تقرأوها وتسجلوها وتسجلوها، لأن التعليم هكا خصو ماشي غير سمعنا واستمتعنا ولا فرحنا ولا قضينا ساعة، ولا هو أن يبقى هذا يبقى رصيد معرفي لنا جميعا نستفيد منه إن شاء الله. وإن شاء الله معنا السيد محمد ويعدنا بأننا سيعطينا هذه المحاضرة وسنكتبها وسنرسلها أو نعطيها لكثير ممن يعنيهم أمرها، ومن يجب أن يعرفوا هذا، لأن كثير من الناس يتكلموا ما يتكلموش شيء ما يعرفوش كاع. وأقول واحد السيد يقول لك أنا أفتي بكذا وكذا وكذا، وعمرك ما كنت أنت من أهل الفتوى ولا شكون اللي قاعدك في المحل الفتوى الله يهديك. والآن خصوصا في هذا وهذا اللي فتحوا الباب ديال الفتوى هما فتحوا الباب الآخرين، سيفتحون بابا لن يسهل عليهم إغلاقه. اللي يتكلم يهدر مثلا هذه مسألة، الآن احنا نتكلموا مثلا واحد مجموعة ديال الناس مجلس علمي وكذا، وآخر يقول وأنا أقول ما تزاحمش الناس لأنك دير تشويش في الحياة ديال الناس. إذا شي حاجة مسبقولها العلماء بعد عليه، إذا ترجو الله واليوم الآخر، وإذا بغيت أنت تدخل غير بالدحاس وكذا وبالسبان هذيك هضرة أخرى. إذا تكلم العلماء لا يجوز لإنسان أن يتحدث معهم أو احتفف إلا أن يكون عالما متأهلا. والفقهاء كلهم يقولون إن من أفتى من غير أن يكون متأهلا لم يعذر بخطئه، وهذا من الأشياء التي لا يعذر أحد بالجهل فيها لأنه ليس مؤهلا. ولاحظوا هذا الدين الذي يرتبك، وانتم لاحظوا وسجلوا قيدوا هذه الأشياء. يوميا احنا نسمعوا شي غرائب، وكلما سمعنا غريبة من الغرائب لا عرفنا أن صاحبها ليس من أهل هذه الجهة. وهذا الكلمة اللي كان يقول ليس من أهل هذا الشأن، كان يقول أدركت أناسا لو أقسم على أحدهم على الله لأبراه، ولو دعا أن يحيل هذه الأسطوانة إلى ذهب لفعل، ولكني لم أخذ عنه لأنه لم يكن من أهل هذا الشأن. لم يأخذ مالك عن أناس فضلاء ولكنه لم يأخذ عنهم لأنهم ليسوا من أهل هذا الشأن. فيجب أن نعرف أن أهل الشأن الحمد لله الآن أصبحوا يوجدون، وصبحت تكوين وصبحت مؤسسات كثيرة ديال التعليم. التعليم العتيق ما راهمش قاعدين تما مرعين رجلكم قول قاعدين يقراوا في التعليم، راه الوقت اللي أنت تكون تنعس راه هو يقرا جميع الجوامع، أنت جميع الجوامع ما تعرفش قاسم هو وحتى يسالي يقول تنط في بلاصة مولا هذاك راه فتاه. وهذه الكتب النوازل راها فيها الغرائب كتب النوازل، إذا كان الإنسان يقراها يقرا على كل حال نطمئن إلى علمه. وشكرا لكم.